بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي العربي الأمين. اليوم الاثنين الموافق 14/3/2022 تم وصول الدفعة الثالثة من لحوم صكوك الإطعام ومقدارها 3 طن لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية وبالإشراف الكامل من المحافظة. وسيقوم المسؤولون عن مديرية التضامن الاجتماعي لتوزيع هذه اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك كله في ميزان حسنات القائمين عليه. ونشكر لمعالي الوزير هذا المشروع التضامني، هذا المشروع التكافلي الذي يخدم شريحة كبيرة من الفقراء والمحتاجين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك كله في ميزان حسناتهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.